دغميس سيتي ليزري الاقتصادية الأولى واث نبداو أسيزوال. السلوية انتقد عبد المجيد تبون ذوين دينا داكني الثاجر نيط اللي رترات 90 ريالين 15 ذي لمية ذي قحريش اللقرايا نغن نتصرف قان كي يذن نلباك يكو ذي البيا مازال نومن يولدوز قلنا ذان المذري سعدين إيكي يذنك إدلس يخسر يوث أتمذياس ثقين الحسنان البشارية أزول مرافة الأول في اللي كنت أنا في دواغ ميس أن دايلا الناغ سيف دينوس الوية تيكذو ذا عبد المجيد تبون ذيك زقان عبد اللطيف رحل غف ثمغرا يمو قني المند إي نغمسن وثمغرا يقناص تيليد أميل أس ثلاد المند نوس أقرغلان ني نغمسن يديتسن أميل ثيكلت ذي طروا مقون ذي ميل سقواس ويحضر ثمغرا يقنا ونغلف أسي والمحمد العقب نكمل يوك ذي مسلين نسلوي تيكذو ذا عبد المجيد تبوني المندن واس اقراغلان اني خدامن ان داغي ديوغال غف زيادة ديلين ذي الخلاص اللي رترات وان ريوضن ار 15 ار 10 يوك 15 تيشيرت ذي المية ويناد ديلين ومسلي غف زيادة يقنا ذو مجموعة ني نغلفن ايدي ثدون الشيء اللي قمنا به لحد الان اقتصادنا يتحمل ونزيد نبلغكم وانتوما اول من يسمعها ان مجلس الوزراء يوم الاحد ان شاء الله ربما يتاجل بيومين ايوا الاحد يكون اثنين ولا ثلاثه باش نقرر الزياده في الريتريت زيادة في الريتريت تكون ما بين 10-15% إن شاء الله. ماذي مسنون ذي الذام صاد وإذا يسعى أنت مغلي غف زيادة يقنا نسل نساول ياك في زيادة يقنا يخدم أسلوين تيكذو ذا عبد المجيد تبون نسل محفوظ كوابي ياك أبو بكر سلامي غدي مسلاين إثر فيقتنا خالدا تفليس تاويل التليفون. جاء مراجعة الحد الأدنى للمعاشات مع من الناحيه الاقتصاديه بطبيعه الحال الخزينه العموميه هي التي مره اخرى ستتحمل هذه المراجعه من خلال الدعم الذي تمنحه لصندوق المعاشات الذي يبقى من جهه اخرى يعاني من عجز متواصل وبالتالي فان الامر يكتسي طابع اجتماعي بامتياز اكثر منه طابع اقتصادي. تقليد ايجابي جدا بانه الزيادات تكون تقريبا كل ست اشهر او سنه، وهذا على خلاف ما كان من قبل بحيث ان الزيادات او الاهتمام بهذه الفئات كان يتطلب وقت كبير في بعض الاحيان 5 سنوات 6 سنوات. السلطات العموميه ما ترفعش الاجور والعلاوات. ديما ذوك حريشة قلنا أن زيادة الخلاص خدام ياكل لي ريتريت يقد نسمك تي هذا كان مضبرني علي أنا نت مورثنا غفوق رويس عبد المجيد تبون خدمن يعني أفوش أضاري وكنا ديلين أورقا عند إيلانسنت مي غادي هذا كان إسوي أن دايلاس دار سين اللي حالا نت مورثنا ياك ذو قعد أنا اللي حالا تم عشت ني زايريا إمي غانشتاقنا لقضي شاقنا أن دايلاس إلا يعني ذي ثازورا المرتب لأقل من 30,000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم. ما اللي نرفع له المرتب تاعه إلى 50,000 60,000 دينار يدفع ضريبة تاعه. ولكن في الوقت الحالي ما يخلصش. لحد الأدنى الأجور رفعناه إلى 200,000 دينار 200 دينار 2000 دينار عفوا نزيد نرفعه إن شاء الله. لما كل هذه السياسة التي نصرت فيها أمامكم جزئيا تعطي النتيجة نتاعها في الميدان في الضرائب في الحسابات الوطنية لا كونتابيليتي ناسيونال أنا نلتزم برفع آخر للأجور للمرتبات وإلى آخره.
نكمل ذي مسلين يكون نوسلوي عبد المجيد تبوني ميدي مسلي غف تركزين نتمور ثندي لنا ميدي نان تركزين نتمور ثندي لنا أسلوي انتك ذو ذوين دينان ذكني تركزين نتمور ثنا ذي ظلار مي يوك اتثامسا وانشتاقنا وليش ذكس أمسلي وذي نقزميت ذي الرأي وصلنا عشرانة الجيش الوطني الشعبي اللي خايفين منه من بعيد ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. أنا كمل ديما ذو سلوي أنت كذو ذا عبد المجيد تبون يا كذيم سلوي نديلا سين من دنواس أجر أغلاني خدما أن داي دينا لكن ثامور ثنديلا غور تسوالا سرا إمي غطاس إيك سرا من أد نرضل تدريم توا أن تسوالا سي إثمورا أن الفراني أشو غطا استراتيجي أن دايلا غاتشين وراخ يجينا راه غنكشم ذي الشغالة كينا وتزرموك ذا شغل ديث كان صدفير أرطال. فيش مديونية وعلاش ما فيش مديونية والتزمت أنا باللي ما ندخلش في المديونية أبدا وفاء لشهدائنا الأبرار وفاء للناس اللي ضحوا على هذه البلاد. أكني ذا غني غدي ناوس لوي نتيكدو ذا عبد المجيد تبون ذا كني غا ثذريم تثفارت مورثنا غا ثقض أرش بين مليارن نوت دولار وان ثيكل تاكينا ثيكل ثامز واروث ذا مورثنا وثسوفار يعني السوفار فرا إصات. اليوم الاحتياط تاعنا طلع ندور حول 70 مليار ونتمنى إن شاء الله باش نوصل إلى ما أبعد في سنة 24 إن شاء الله. أول مرة جزائريين والجزائريات سواء كانوا أرباب عمل أو عمال داروا النيف وصدرنا خارج المحروقات. أنتم تصوروا هذا الشعار ساعة مرة يعرفوا راه قديم في السنترال شعار نبني اقتصاد لما يخضعش المحروقات. دخلنا فيها اليوم حقائق ديما غوميس ناغ نكمل ذو سلواي نتيك ذو عبد المجيد تبوني دي مسلين إضلي ذو خما أن لجوتيا غف وهيل نلقانون نيس المذن يكو ذي مجايين إمي دينا هذا غن إمي دينا ذاكني يعني القانون غنا دي لين ذي بد ستيم ذي سغف لاش إمي السين يحريش نجين ذنو هنين إتساركيز نميال الثامورت الجيش الأبيض دار نيف وبض وضحى وما نساكمش والجزائر ما تنساكمش. مش انا شخص الجزائر ما تنساكمش وهذا الكلام اللي يدور بيننا وبين السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الصحه. انا جو فو ان ستاتو مونترون لا نوبلس دو كور با دراهم دراهم نعطيك يعني انتوما والمعلمين سي دي ستاتو اللي يخرجوكم من الوظيفه العمومي كل باسي اوت شوز لان العمل اللي قمت به انا نعرفه وربي يعرف. أنا قيمة ذي ماذا القانون أجينا أما ينوثي المندى النيس المذن أنا ملو نيس المذن محمد أحميدة تذن سندغني غادي في كان ثام وغلي ناس غف وهي لقينا غفي دي مسلي أسلوي أنت كذو ذا يمسلي يد إثار في قطنا أميرة ستاويل التليفون نعم تاع الرئيس يعني كنا ننتظروه باعتبار أنه في الحملة الانتخابية يعني وفي 57 نقطة اللي دارهم الحملة الانتخابية أشار إلى التعليم بقوة يعني وإعطاء يعني إعطاء لمسات جديدة للتعليم وخاصة المدرسة. أتصا إن ملينيك صح في النغاس لقذي شاقينا ونف ثنملوت نغ السندكا جمال صوامي ذوين إغدي مسلين غف لقذي شاقين إميان دانشتاقين إتصوراجون أشحال ذسقوس أعلى قيادة البلاد تهتم بالتربيه وهذا فخر واعتزاز لنا ومكسب لعمال وعاملات التربيه. أكن ذغني غادي في كان أون ملون زبير أروينا ثمغليس يجي وجي غادي السانديكا ذا سانديكاليستيك قدشن ذاك السانديكا لك لايف كاد ثمغلين ديلاس غاف لقذي شاكي إميا إيناد لقرايا ذنساث إيدلساس نميال الثامور في غانة الحو أرزث.
وايضا من اجل المصداقيه تاع المدرسه، يرجع المصداقيه للاستاذ ومن ثم المصداقيه لي أنا كمل ذو حريشة قيمة نتصرف قيمة مودي قيمة راتاس إيكا يذن الباك يوكو ذي البيام ونغلاف القرية أن يوكو ذات صرف قيمة عبد الحكيم بالعيد يناد يناد بالليم يلاد وحساب ني قذر الشسعدين إيكا يذن الباك ذي البيام يوش قاس نيونيو زوج ألف أربعة وعشرين أن دايق ظن أر أو مليون يوكو ذو وزقن وأن في يعني إيكا يذن نلبيام دي قذر ديلين ذي ثلاثة عن المال خمسة جوان إيديث دون ميلان ذيك ايضا نلباك ديلين سي 9 الما 13 يونيو ايديث دون وايتيكل تاع الثامز وروث ديلين ايك ايضا نلباك غوين يعني الثازوري نكمل ثورة غبيس ديلنا اسيزلس سيذلس إميان غس القرحة مقرن يغدي قضاء الأخبار نلموث نتمذياز نشنا غزيرين حسنا البشارية غف العمر ان 74 إسوغسن بعد أطان أماعور والجنزة ديلس ثلاث ثامديث وسجنا ذي بشار واسوك جنا ثنغلف يذلس سوريا مولوجي تسيني قران الثافرات نصبر يك إث وشلتيس يك وشلت ننظر ذي الجزائر أنقيم ديما ذي ذلس يوك ذي مذي يزن ديلنا إمين سج يعني سلفرح ذغن قار يعني سلحزن قريحا أصوات سيدن سلام يعني الخبر نمسا بهي الراشدين ديوران ذيك ثوريق نيرس في زيك زوين ذاكن الثاني قارثة جين ثوظن أطان أماعور وشوكا يعني السيار في قنية كن الاقتصادية ذي عقلن الاقتصادية الأولى نسرمس أشفى ودغال أرغرنا سلع جلان أسوكا نحقد غار تفاصيل لغوغميس يقول كان كنت سمكتير أسيزوال أسلوية انتقد عبد المجيد تبون ذوين دين عندك نين زيادة ذي جانيت ليرة ترات تصوض 15 ذي المية ذي قحريش نتصرف قان مليون دوز قلنا ريس عديني كي يذن نلباك يكو ذي البيع ذي قحريش قذلس سلقرح الضام وقراني ذي قضاء الأخبار نت نتين الحسنة البشرية أسوأ كان قضد غار ثقران أنو غميس ندايل الناغ يقود كان سيني غا الثاني ميرثي قذي قفدن غافوس وفاغ أنو غميس ندايل الناغ ثمدي ثقو سقيا أمحند بن بايان كيني قيمت كان ذاون ديني غسر مغاون تغيمي ثيل هان يكذ وهن الاقتصادية الأولى